مرحبا، اليوم رح نتعلم كيف نرسم عصفور. العصفور ما في أبسط من طريقة رسمه. نحن وصغار كانوا يعقدونا بأمور، جيبوا رقم اتنين بس حطوه كذا، ما بعرف، ما كانوا يفوتوا براسي بصراحة. اليوم حعلمكم طريقة بسيطة كتير وكلها بتعتمد على سؤال واحد: العصفور قبل ما يخلق وين بيكون؟ أكيد حتقولوا لي بيكون بالبيضة. كرمال هيك أنا حأرسم بيضة. برجع بقول العصفور قبل ما يخلق وين بيكون؟ كمان بالبيضة. برسم بيضة بقلب البيضة. ونفس السؤال بقوله: العصفور قبل ما يخلق وين بيكون؟ كمان بالبيضة. نرجع ونقول العصفور قبل ما يخلق وين بيكون؟ كمان بالبيضة، بس هالمرة بيضة بالطول. نفس السؤال كمان بالبيضة، بالأعلى هون رح أرسم بيضة بقلب البيضة، وبرجع بقلب البيضة الصغيرة رح أرسم بيضة أصغر. من بطنه للعصفور رح أرسم كمان بيضة، بس كمان بشكل كتير صغير، كمان كتير صغير. رح أرسم مستطيل بالأسفل وثلاث مثلثات مختلفة المقاسات. نفس الشي لهون، ثلاث مثلثات مختلفة المقاسات. هلأ العصفور إذا فاتح تمه رح أرسم أنا مثلثين صغار. خلصنا رسم العصفور هون. بما أنه فاتح تمه رح نرسم أما العصفور عم بيغرد. منفوت بقى بتفاصيل الرسم. هي عبارة عن خطوط مقوسة للجانح ولا الدنا بتاعه للعصفور. هون العصفور واقف على غصن، نرسم شكل بيضاوي و مستطيل، وهيك صار عندي عصفور واقف على غصن شجرة. هلأ آخر خطوة بنعملها، منلونه للعصفور بالألوان المحببة لنا. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من حلقتنا لليوم، ويا رب تنفذوها بالبيت لأنه عن جد بتطلع كتير حلوة. ويعطيكم ألف عافية. إلى اللقاء بمشروع حلو كتير إن شاء الله.